هذا يسأل عن صبغة الشعر للنساء. صبغ الشعر للنساء والرجال، الشيب، الشيب يصبغ، يغير الشيب، لكن بغير السواد، بغير السواد الخالص، يغير بلون غير السواد الخالص، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الشيب يصبغ، أما غيره من الشعر الذي على لونه الخلقي ولا فيه تشويه ولا فيه شيب يترك على حاله ولا يغير. نعم.